لكم منا من صميم القلب تحية، تحيتنا من الأعماق فاح عبيرها العطر، فمرحبا بجمعكم الدؤوب قد تلاقت على حسن الوفاء قلوب. محمد خير، رئيس جمعية الصدقة لمتقاعدي الأمن الوطني. هاد الذكرى ديال المسيرة الخضراء كنغتنموها دائما فرصة من أجل تنظيم واحد العدد ديال الأنشطة واللي كتزامن مع هذا التاريخ. هاد الأنشطة اللي هي أولا الجمع العام العادي ديالنا اللي كنديروه في هذه المناسبة، ثم كذلك المجلس الوطني، ثم ذكرى ديال المسيرة الخضراء كما أسلفت، زيادة على ذكرى ديال تأسيس الجمعية ديالنا اللي عندها الآن 6 سنين في العمر ديالها. هاد الأنشطة كلها نطلبوا من جميع الإخوان رؤساء الفروع وكذلك الكتاب العامون للفروع باش يلتحقوا بهاد الأنشطة بهاد التظاهرات ويمثلوا الفروع ديالهم. لماذا؟ لأن باش ينقل لهم كل جديد اللي كتوصلوا للجمعية اللي كتحققوا من منجزات، وكذلك باش كتدير صلة الرحم بيناتهم، ثم كتعطيهم واحد فكرة على الاستراتيجية السنوية اللي كتوضعها الجمعية من أجل القيام بمساعدة الأراميل المتقاعدات ومتقاعدي الأمن الوطني، سواء على مستوى مدينة الرباط أو على مستوى الفروع اللي متواجدة بكل من الشمال ووسط المغرب والجنوب إلى آخره، واللي العدد ديالها الآن وصل ل 14 فرع. فهذه المناسبة كذلك كتمكن الرؤساء ديال الفرع باش يجيو يطرحوا المشاكل اللي كتعترضهم في التسيير ديال الجمعيات ديال الفرع ديالهم، وكنحاولوا ما امكن باش ننشدوهم وننصحوهم من اجل ايجاد الحلول لهاد المشاكل اللي كتعترضهم، واللي هي غالبا ما كتكون غير مشاكل داخليه، ربما لان كتعرفوا بان موظفي ديال الامن الوطني كيكونوا شويه فاقدين العمل الجمعوي وكيتدربوا عليه شويه بشويه بطبيعه الحال، فكيجيو كيستشروا معنا كنعاود ننشطوهم حنايا، لان احنا درنا دورات في هذا الميدان هذا ودخلنا شويه لهذا العمل بجد. ثم كذلك احنا جمعيه الصدقه كنحاولوا ما امكن باش نلعبوا واحد الدور اللي هو تكميلي ديال مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه لموظفي الامن الوطني، اللي الحمد لله منذ نشاتها وهي تقوم باعمال جليله وبمنجزات وحققتها كثيره التي تخدم مصلحه المتقاعدي الامن الوطني. ثم كذلك بهذه المناسبه اريد ان اجدد الشكر للسيد المدير العام للامن الوطني الذي على العنايه التي يوليها للمتقاعدي الامن الوطني، وخاصه الارامل التي يساعدها بكل معنى الكلمه وكلما دعت الضروره الى ذلك. فاحنا بدورنا كنحاولوا باش نلعبوا واحد الدور تكميلي لهاد الاعمال اللي كتقوم بها مؤسسه محمد السادس للاعمال الاجتماعيه. نتمنى الله سبحانه وتعالى التوفيق، والسلام عليكم وشكرا.